الناس كل طريق سلامة للناس اللي تبع فينا، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. الناس اللي تسأل على الطقس تود سويتا هوني صح ومرتقب اللي بدأ من البارح في الليل في أغلب الجهات، ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 24 درجة، ونشاط الرياح يتواصل نسبيا قرب السواحل، البحر عموما مضطرب، والتفاصيل ناخذهم بعد شوية. البارح زادة حبينا ناخذوا ال 24 ساعة اللي تعدات كمية الأمطار المسجلة، نلقاوها أكثرها في المهدية وصلت 11 مليمتر، جندوبة 10، نابل 9 مليمترات، زغوان 7، 4 مليمترات في كل من المستير، باج القيروان، الكيف 3 يا وسوسة، وبنزرت صفاقس مدنين منوبة مليمتر واحد فقط. نشوفوا نعملوا جولة في مختلف نقاط الجمهورية اللي نبدأها كالعادة بالوطن القبلي، 22 درجة في قليبيا، 25 درجة في كل من تونس العاصمة، نابل، زغوان، 23 في بنزرت، 18 في طبرقة، 29 في جندوبة، 27 في كل من سلينا وباجة، 24 درجة في تالا، 25 في الكيف، 29 درجة اللي تسجلها اليوم يوم ولاية القيروان والمناطق الساحلية، نلقاو 25 في كل من سوسة والمستير، 24 درجة في المهدية، 26 درجة في كل من قرقنة وصفاقس، 28 درجة في سيدي بوزيد، 27 درجة في القصرين، قفصة اللي تسجل هي وتوزر 31 درجة، 30 درجة في قبلي، اللي تقابس اللي تسجل 26 درجة. وبالنسبة إلى مناطق الجنوب الشرقي اللي نلقاو 25 في جربة، 28 في كل من مدنين وتطاوين، ورمادة اللي تسجل 30 درجة. مواصلين معكم تو بعد شوية ناخذوا أهم عناوين صحفنا الوطنية، صدر اليوم الخميس 4 مايو 2023. إن شاء الله نهاركم زين وطريق سلامة للناس الكل.